السلام عليكم. تحالف إنقاذ اليمن، هل أصبح مشكلة اليمنيين في داخل اليمن وخارجها؟ منع اليمنيين من دخول بلدان التحالف وإجراءات التشديد حتى على مستوى الدخول للعلاج أو العبور، تضييق على فرص العمل وتقليصها أمام اليمنيين في السعودية نفسها، لتتسع المخاطر أمام زيادة الترحيل وإعادة اليمنيين قبل إعادة دولتهم المختطفة، سلسلة من إجراءات تزداد تشدداً على اليمنيين. اليمن بلد يخوض معركته، فيما يبدو دور أصحاب القرار في دول التحالف يمضي بعيداً عن البعد الإنساني وحقوق الجيرة والمعركة المشتركة. اليمني لا يبحث عن امتيازات بقدر ما يبحث عن تجاوز محنته. ما يواجهه اليمنيون في مطارات العالم ودول التحالف العربي والمهجر عثرة كبيرة تبرز في وجه الشرعية والتحالف والأمم المتحدة. فما هو موقف الحكومة من كل التطورات السلبية التي تواجه اليمنيين في الدول المحيطة؟ ولماذا هذا الاستلاب وعدم محاولة الدفاع عن مصالح اليمنيين في الخارج؟ هل بات عليهم أن يقيضوا لقمتهم بكرامتهم وحريتهم بالحياة؟ كيف يستفيد الخصم من هذا الشتات في إطالة عمر المعركة؟ وما هو مصير المعركة في حال استمرار هذا الوضع؟ هذا ما سنناقش مشاهدينا الكرام مع ضيفي هنا في الاستوديو الناشط السياسي فاروق الصيري، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ فاروق. مساء النور والعافية. أهلا بك معنا في هذه الحلقة، والتي سنحاول أن نلمس فيها ما يعانيه إخوتنا المغتربون في دول الاغتراب، وخاصة في السعودية ومصر أيضا والدول التي هي منضمة لدول التحالف. دعنا بداية أستاذ فاروق نذهب لمشاهدة هذا التقرير. كل هذا العنبر كامل مقيمين وزاي. بات الشتات اليمني يطرق أبواب العالم. قدر الجغرافيا والمملكة السعودية بات يقولان لليمنيين: البحر من خلفكم وإجراءات التضييق من أمامكم، وليس سوى الرضوخ ومرارة القهر. تتضاءل أمام اليمنيين فرص الحياة يوما بعد يوم منذ انقلاب الحوثيين، الانقلاب الذي شرد أكثر من 3 ملايين يمني نزحوا في كل الاتجاهات، بما فيها دول يسمعون اسمها لأول مرة في حياتهم. رغم ما يتعرض له اليمني في الداخل من لدى حرب جاوزت 3 سنوات، لم تشفع له كل معاناته في التماس التسهيلات الإنسانية من قبل الدول المجاورة والشقيقة. بالأمس مثلا شددت السلطات المصرية على اليمنيين إجراءات الدخول بتخفيضها سن فرض التأشيرات على المواطنين إلى ما بين 16 عاما و50 عاما. ورغم أن المرضى اليمنيين يشكلون أكبر نسبة للسياحة العلاجية في مصر، إلا أن قرار السلطات المصرية جاء مخيبا لآمال اليمنيين. وأمام هذه الإجراءات لم تقم الخارجية اليمنية بأي جهود لدى السلطات المصرية للتخفيف من هذه الإجراءات. دول التحالف التي تتدخل عسكريا في اليمن منذ 3 سنوات عليها واجب أخلاقي وقانوني تجاه الأزمة اليمنية بحسب منظمات دولية، إذ لا يعقل أن تشب حربا في بلد وتمنع مدنيه من اللجوء الإنساني وتلقي العلاج وما عداها من الواجبات الإنسانية الضرورية، فضلا عن أن المملكة لم تقم بهذا الواجب، فقد قامت فوق ذلك بتضييق الخناق على المغتربين في الداخل، حيث سنت مؤخرا قوانين مالية فرضت فيها مبالغ خيالية على المغتربين، ما دفع الكثير منهم إلى ترك عمله والعودة إلى اليمن أو البحث عن بلد اغتراب آخر. أكثر من 2 مليون يمني في السعودية يصرفون على ملايين المواطنين في الداخل، يتهددهم شبح الترحيل هذه المرة بسبب التضييق على الرزق وفرض إتاوات فوق مستوى المنطق، ما يجعل مصير الملايين في الداخل رهن هذه الإجراءات التعسفية التي ستفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن. ناشطون وسياسيون يمنيون يناشدون الرئيس هادي ونائبه المتواجدين في الرياض بذل مساعيهما لدى القيادة السعودية لإعفاء اليمنيين من هذه الإجراءات، لكن لا تجاوب حتى الآن.
إذا أستاذ فاروق، يعني اليمن بلد مثقل بانتهاكات الانقلاب، بالمجاعة، برواتب مقطوعة، وللأسف يزداد الأمر سوءا باتخاذ دول التحالف من بينها مصر والسعودية جملة من الإجراءات التي تقوم بتشديد الوضع على هؤلاء اليمنيين. كيف تفسر هذا الأمر؟ دعيني بالبداية أحييك أستاذة آسيا، وأحيي كل مواطن ثقلت عليه الحياة في مجمل. كل مواطن يمني خرج من أرضه ولم يستطع العودة إليها، كل أم فقدت ابنها، كل شيخ عجز عن التحرك من بيته ولا يجد ما يسد فيه لقمة العيش. أولا تحية إجلال وتقدير لله الأخوة في المملكة العربية السعودية. من بداية الأحداث التي حصلت في اليمن فتحوا الأبواب، نعم، عملوا كل إجراءات التسهيلية للأخوة المغتربين وغير المغتربين. البعض عندما تحرك من اليمن هارب من شبح الموت الذي يلاحقه من ما قبل حتى 21 سبتمبر، وصولهم إلى المنافذ المملكة العربية السعودية. البعض دخل، البعض منهم دخل بالبطائق العادية، يعني جوازات بدون تأشيرة. المملكة العربية السعودية قدمت وما زالت تقدم الحقيقة يعني. نعم. ما الذي يحدث إذن؟ يعني شاهدنا الفيديوهات في السجن. أنا سأتحدث معك بهذا. 500 إلى 600 ألف كانوا بدون هوية، نعم، في داخل المملكة، فعملت هوية زائر أو هوية زائر ومشكورة على هذا، وعملت اتخاذ 6 أشهر في 6 أشهر في 6 أشهر، يمكن تقريبا مدة عامان يعني في بها. نعم. طبعا الأوضاع اللي تمر فيها اليمن أوضاع مأساوية حقيقة. الشعب يعاني من الجوع، يعاني من المرض، يعاني من الجهل السابق والحاضر. استفاد منه الانقلابيون في غباء اتباعهم اللي ما زالوا اليوم إلى اليوم يقاتلون دون هذا. والإخوة في المملكة العربية السعودية يعرفون ما يحدث هذا يعني لليمنيين. فمن حق المملكة اتخاذ أي إجراءات، ولكن نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، نظرا لشبح الموت الذي يطاردهم في كل مكان، حقيقة أنا في اليوم هذا وصلتني أكثر من تقريبا 10 رسائل صوتية، والله تحمل أحزان ومأساة. لماذا؟ من داخل السجن في سجن الشميسي، سجن الشميسي وهو سجن الترحيل، سجن الترحيل نعم. يعني في هذا البعض لديهم عوائل، وضعهم يعني طبيعي في المملكة، وضعهم طبيعي يعني في المملكة. هو قد يكون مخالف نوعا ما انتهاء إقامة نظام العمل وهكذا، إقامة تمام. لم تكن موجودة معه يعني نفس هذا نعم. يعني سواء كانت أي إشكالية. فرسائل صوتية مأساوي، البعض منهم يعني على طول إلى الترحيل، ولديه أبنائه وزوجته، والبعض زوجتان هنا في المدارس. يعني تخيل الموقف هذا في السعودية، نعم. في السعودية أن يغادر الأب المملكة وأولاده وفجأة طبعا لأنه أخذ ربما من عمله أو من الشارع أو من أي مكان، نعم في هذا. طيب عند مثل هذه النقطة أستاذ فاروق، يعني أبسط حقوق الإنسان توفر للشخص يعني مساحة من الحقوق، فما بالك إن كان يعني غير مخالف تلك المخالفة لقوانين البلد الكبرى، يعني مثلا هو ليس مجهول، هو ليس متهرب، هو ليس لديه قضاء. يعني أنا قرأت بعض القصص أن بعضهم يعني مسجون بتهمة التسول وهو تاجر في الأصل، يعني حتى تلفيق تهم لأجل الترحيل، يعني وكأن الفكرة هي التخفيف من عدد اليمنيين في السعودية، يعني أعداد مهولة داخل سجن الترحيل.
هل يعقل أن أولئك كلهم مخالفون؟ خاصة يعني وأنت طرحت موضوع هوية زائر والكل حسن وضعه واستطاع أن يعني يرتب أوراقه بهذه الهوية. أستاذ آسيا، شوفي أنا أخبرك بكل حقيقة، القرار لم يكن على اليمينيين فقط، القرار الجميع الجنسيات، فيها استثناء البرماويين واستثناء تقريبا السوريين. تم استثناء الإخوة المصريين لمدة 6 أشهر. يعني أليس الأولى كان الاستثناء لليمن التي تشترك يعني بواحدية المعركة وواحدية الجوار؟ أوصل لك أنا إلى النقطة. نعم. هذه أنا قد أقول لك تحركت الدبلوماسية المصرية. نعم. واستطاعت أن تنتزع هذا الاستثناء وعملت بعض الخطوات. هل يعني حديثك هذا يلقي باللوم على الدبلوماسية اليمنية في الداخل؟ سنتوصل لهذا. تحركت الدبلوماسية المصرية وتم الاتفاق على مدة 6 أشهر لتحسين الوضع نظرا لأي وضع كان، يعني تحت أي مسمى. نحن كنتنا في المملكة، طبعا وجدنا كل الحفاول. الحقيقة يعني الحقيقة تقال من الأخوة في المملكة العربية السعودية، إذا كان هناك تقصير فهو التقصير الدبلوماسي اليمني يعني في هذا. تم الاجتماع بين ولي العهد المملكة العربية السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان مع الإخوة أعضاء مجلس النواب في جدة، وأول عريضة تم التوقيع عليها من عدد 107 من أعضاء مجلس النواب هي المذكرة بشأن الإخوة المغتربين يعني في اليمن. أنا أعتقد لم يتم متابعتها بالشكل المطلوب، قد يكون هناك هذا. يا أختي العزيزة، في الأمس رئيس الوزراء يبعث برسالة قبل كم يوم إلى الأخوة الصادقة، استجابت المملكة العربية السعودية فورا ب2 مليار وتم. إذن يعني إذا كانت المسألة بهذه البساطة، يعني 2 مليار من خلال رسالة على تويتر، ألم يعني يكن الأحرى بالحكومة القائمة في الرياض والخارجية التي لديها مكتبها في الرياض أيضا أن تضغط على الحكومة السعودية بالأعراف، بحقوق الجوار، بأي مسمى آخر، يعني بالأخوة الصادقة، يعني أن تستثني اليمنيين من هذه القرارات؟ هل كان يعني ربما نستمع إلى صوت مجيب؟ أنا طبعا على اطلاع، ممكن عن اطلاع قريب يعني عن هذا، في متابعة ولكن ليست بالمتابعة الجدية. لماذا؟ ما الذي يشغل حكومتنا أستاذ فاروق؟ أنا بقول لك، بعيدا عن نظر حكومتنا، أنا أعتقد أن موقف المملكة إذا تم استثناء اليمنيين، أمل اليمنيين بالمملكة أكبر من عملهم بالدبلوماسية اليمنية الحقيقة. يعني في هذا احنا نمر بوضع مأساوي أمام العالم كله اليوم. يا أخت آسيا، في كل الدول تمام يتم رفض اليمني. من هي من الدول العربية اللي استقبلت الكم الهائل من اليمنيين غير السعودية؟ أستاذ يعني اسمح لي عند هذه النقطة، يعني في نهاية الأمر هي الدولة اللصيقة باليمن. نعم. يعني لو وضعنا وضع مقارن بسيط بين سوريا وتركيا، استقبلت 3 مليون سوري منذ الأزمة. يعني اليمنيين 2 مليون الذي تحدث عنهم التقرير ليسوا كلهم دخلوا بسبب الحرب، يعني هناك مقيمين كما تفضلت لهم 25 سنة إن لم يكن أكثر، هناك من لم يعرف اليمن أصلا، لا هو ولا أولاده. فيعني 500 إلى 600 ألف هوية زائر، ما الذي تعنيه أمام 3 سنوات من الحرب، أمام 3 سنوات من الجوع، من الخوف، من ما يلاقيه اليمنيين؟ أليس الأحرى كان أن تفتح الأبواب أكثر للسعوديين كما حدث مع سوريا في تركيا؟ نعم حدث يعني قوانين بعد ذلك سنت الدخول، ولكن في البداية كان هناك يعني أفواج تدخل إلى تركيا دون مساءلة. ما الذي يحدث؟ لما نحن العرب يعني لدينا هذا الخوف من بعض، لدينا هذا
يعني نغلق الأبواب، يعني أعلنت الحرب في اليمن وأعلنت الدول عدم دخول اليمنيين فورا، يعني وهو اليمني أكثر مغترب ملتزم بقوانين البلد الذي يذهب إليه بشهادة الجميع، أكثرهم أمانة، أكثرهم إخلاص في تأدية مهامه والتزاما بقوانين البلد، فلما يعامل بهذا الشكل؟ سأخبرك. أضيف إلى يعني كلماتك بخصوص أنه يوجد الأمانة ويوجد الصدق ويوجد الإخلاص وهكذا، 500,000 إلى 600,000 يمني كان في داخل المملكة مجهول، وأغلبهم دون جوازات دون هوية، وكان يستطيع يعني يفعل يعني أي جريمة ما، ولكن هم لا، ظل ملتزم وملتزم تمام، ولم تشهد يعني حتى في الجانب يعني حادثة زي ما هذا، لا قضية إرهابية ولا قضايا، يعني قد تكون في قضايا خفيفة وهكذا. اليمني عندما يذهب إلى دولة يعني يريد لقمة العيش، صحيح، لا يريد أكثر من كذا يعني. نعم، إذن اسمح لي أستاذ فاروق أن ينضم معنا عبر الهاتف السيد سلمان الشريف، وهو ناشط ومهتم بشؤون المغتربين من جدة. مساء الخير أستاذ سلمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. خير عليك أستاذ آسيا، وعلى ضيفك الكريم، وعلى متابعين قناة القيصة التي دائما تولي المغتربين جل اهتمامها، وهذا جميل، لن ينساه المغترب لقناة بلقيس. هذا واجبنا أستاذ سلمان أولا وأخيرا. أشكركم أختي الكريمة بلسان كل مغترب يمني، أنتم القناة الوحيدة اللي دائما تتعاطف مع المغتربين لأمانة، ونقولها بالفم المميان أمام قنوات الشرعية التي ما أكثرها وما أكثر تردداتها، لم يلتفت إعلامي واحد حتى في حساب رسمي ضد ما يحصل للمغترب اليمني. طبعا أنا كناشط حقوقي ومهتم في شؤون المغترب اليمني متواجد في المملكة العربية السعودية، لا أعترض على الأنظمة والقوانين السعودية، وللمملكة الحرية السيادة التامة في إصدار أي قرارات، ولكن يا أختي الكريمة هناك جانب إنساني يختص به المغترب اليمني. لو ضربنا أستاذتي الكريمة عن الجنسية الأخرى مثال، مثلا الجنسية المصرية أو الجنسية السودانية على سبيل المثال، في المقابل المالي الذي حصل للأسر، كل منهم قام بتسفير أسرته إلى بلده الذي عنده مأوى وعنده مكان آمن، وبإمكانها أيضا فتح باب رزق جديد كي تستمر الحياة، ولكن ما يحصل للمغترب اليمني وهو المتضرر الوحيد من الأشياء الثلاثة الذي دعني أطلعك وأطلع المتابع الكريم لمن يعرف ما هي الآن الإشكالية التي تواجه المغترب اليمني. تفضل لديك الوقت الكافي. نعم، شكرا جزيلا أستاذتي. المغترب اليمني يعاني من ثلاثة إرهاصات وثلاث مشاكل مقبلة عليه، هي التوطين رقم واحد، الشيء الثاني التعودة، والثالث التأنيب. هذه الثلاث هي قرارات في هذه المملكة العربية السعودية. العفو منك أستاذ سلمان، تتحدث بصورة سريعة، متأكد أنه بسبب يعني حزنك أو يعني قهرك على ما يحدث، أعد لي الثلاث نقاط قلتها بشكل سريع، لم أستمع إلا للتأمين. النقاط يا أختي، النقطة الأولى هي السعودة. على سبيل المثال السعودة هي أتت بقطاعات كثيرة، والآن أتى بعد السعودة شيء يسمى التوطين. هو العمل للسعودي، ولا يحق لأي أجنبي يعمل في هذا المجال، وإذا عمل في المجال هذا يتوجب عليه غرامة والترحيل. نعم. أتى بعد ذلك التأنيث. التأنيث أستاذة الكريمة هو تأنيث جميع القطاعات النسائية التي تخصص بالملابس النسائية وبالمولات وأي شيء يخص الملبوسات النسائية، من المكياج إلى الملابس إلى الأحذية، يعني أكرمك الله وأكرم المتابع. نعم. فلذلك أغلب مثل هذه القطاعات، يعلم الإخوان بالجانب السعودي أن اليمنيين هم الأغلبية الذي يعملون في هذه المجالة. أتى سعودة الذهب والخضار في البداية، ثم تغابوا قليلا عن الشيء هذا وعمل الأجانب في هذا المجال، ثم أتى بعد ذلك القرار الجدي الذي بدأ بتوطين قطاع الاتصالات بالكامل، وكان المتضرر به بنسبة 70% هم الجالية اليمنية المتواجدة في المملكة. أتى بعد ذلك سعودة الذهب وسعودة الأجهزة الكهربائية. نعم، والإلكترونية. لا الأجهزة الكهربائية، وهذه القرارات هي 12 مهنة الآن ستتم سعودتها بأيضا من 1440 هجري في السنة الهجرية الجديدة، ستبدأ تدريجيا. نعم. معنى التوطين يا أختي آسيا أنه لا يحق أن يعمل بهذه المهنة إلا سعودي، ولا يشارك بالمهنة هذه أحد. تمام. فلذلك احنا تكلمنا وناشدنا منارة. الآن مثل هذه الحملات عندما يأتوا ويقولون سعودة الخضار، نحن لا نعترض عن سعودة الخضار، بل المفروض أن سفارتنا تكون عندها علم
ويجب إطلاع المغترب اليمني كي لا يوقع في الغلط، مثل هؤلاء الناس الذين فسقوا وشفنا لهم الفيديوهات في سجون الترعيل، هم يعملوا بشكل نظامي وعند كفلائهم وبنفس المحلات التي هي لكفلائهم، ولكن نزلت الحملات فجأة بدون صرف إصرار، مع أن هذه القطاعات كانت مسعودة في السابق ولذلك تغاضوا عنها، وأتى الآن الأمر إلزامي اليابانية ولم يتم تنبيههم. مع يا أستاذتي الكريمة إيقاف تعديل المهن مما ينبئ بكارثة كبيرة عن المغترب اليمني، مثل هؤلاء المهن إذا لم تجدد فإنه لم يتم تجديد الإقامة، وما في حل أمامه إلا الرحيل إلى بلاده. أين يرحل مثل هذا المغترب يا أختي؟ نعم، إذا دعني أسألك أستاذ سلمان، يعني هذه قرارات يعني خاصة بشأن الاقتصاد السعودي، مسألة السعودة والتوطين، ويعني أمر يعني هم بالدرجة الأولى، ولا نستطيع أن نتدخل في هذا الأمر أو نقول لهم اصنعوا هذا القرار أو لا تصنعوا. ولكن دعني أسألك، يعني ما الذي تصنعه حكومتنا في الرياض إن لم تستطع أن تنتزع استثناء واحدا يخص اليمنيين في وضعهم هذا، خاصة ونحن في 3 سنوات من الحرب التي يعني السعودية تعد الشريك الأول لليمن في هذه الحرب، وهي الجار الأقرب للسعودية لليمن. أستاذتي الكريمة، طبعا نحن الآن ما راح نتكلم عن الدور اليمني أو الحكومة اليمنية على سبيل المثال ممثلة بالسفارة أو القنصلية أو وزير أو تمثيل بسيط. مثل هذه القرارات تحتاج إلى تحرك رسمي من رئيس الجمهورية والتحرك الجاد والذهاب بهذا الملف إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، كما تحرك بالملف هذا السابقين، ونعلم قصص كثيرة للرؤساء السابقين قاموا بالتحرك وقاموا باستثناء اليمنيين. الوضع مزري جدا، كما تكلم ضيفك الكريم أن المملكة طبعا وقفت مع اليمن في ظل الظرف الحرب وعاصفة الحزم ومن هوية زائر، حاملي هوية زائر عددهم 470,000، لكن هنالك بالمقابل الحكومة اليمنية ردعت من هذا الشيء. لو ضربنا مثلا العدد هذا، كل شخص قطع جواز ما يقابل 400 سعودي، اضربها بالألعاب الموجودة. الحكومة مستفيدة من المغترب سواء في المملكة أو خارج المملكة. لكن للأسف الشديد لو ضربنا الآن أبسط مشكلة، عندما نتكلم عن بر الأمور الخاصة بالجانب السعودي أو التوطين أو السعودة أو التانيث، هنالك كارثة أيضا تخص حاملي الهوية الزائر. هؤلاء الناس لم تجدد لهم الهوية للمرة السادسة، فأصبحوا مخالفين لنظام الإقامة ويتم الذهاب بهم إلى مراكز الترحيل ويرحلهم. للأسف الشديد دور مندوب السفارة اليمنية يقوم يا أختي الكريمة، سواء اللي حامل الهوية الزائر أو المقيمين الذي يتم الإمساك بهم وهم مخالفين أو غير مخالفين، بإعطائهم مذاق سفر ويتم ترحيلهم. هذا المندوب مشارك في ترحيل إخوانه اليمنيين، لا يحق له أن يعطي وثيقة سفر بظل وجود أن المغترب هذا دخل بجواز سفر أو صح وضعه في جواز سفر. لماذا لا يتم نزول لجنة من السفارة والقنصلية ودخول مثل هؤلاء المراكز وإيجاد مشاكل الناس؟ قد يكون هؤلاء الناس مظلومين، البعض منهم مشكى وسجل عليه قضية تسول مع أنه يمتلك سيارة وأموره المادية كويسة. قد يكون في خطأ في الموضوع. إذا غاب الراعي عن الرعية تحدث مثل هؤلاء المآسي. كما ذكرت لك يجب تحرك رسمي من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي ولو مرة. طيب هل حاولتم أستاذ سلمان، كونك يعني مهتم بشؤون المغتربين، هل حاولتم الوصول للرئاسة للحكومة عندكم في المملكة، خاصة يعني وهم ينامون بالجوار في فنادق الرياض، هل استطعتم الوصول إليهم؟ يعني ليسوا بعيدين. الرئيس ونائب الرئيس لا يتم الوصول له لأن هنالك ناس يحتكرون الدخول لأشخاص محددين، ونعلم مدير مكتب رئيس الجمهورية وغيره، وأعتقد أن رئيس الجمهورية ليس له العلم في موضوع المغتربين أصلا إلا إذا كان شخصا ما ينقل الخبر. نحن بدورنا على شكل مبسط حملنا الملف هذا، أنا بدوري ومجموعة من الشباب حملنا ملف المغتربين وأوجدنا دراسة متكاملة قعدنا ندرسها 6 أشهر للمشاكل والأسباب والمسببات والحلول. أوجدنا هذا الملف وسلم الملف إلى زين القعيطي في الرياض، كان آنذاك القائم بأعمال السفير قبل تعيين السفير. للأسف المثل هذا أهمل، وكنا نتكلم عن الأمور التي تحصل الآن وإلى السعودة. من المفروض حكومتنا سوت دراسة وسوت شيء. يا أستاذتي الكريمة، ما يحصل الآن للمغترب اليمني سيعيد أزمة الخليج السابقة وأسوأ منها، لأن كان في أزمة الخليج الوطن كان متعافي وكان بخير والناس كانوا يعيشون بأمن وأمان وكانت الدنيا تماما. الآن الوضع سيكون متزامن مع عدم وجود الاختلال الأمني والركود الاقتصادي. يا أختي الكريمة، عندما حصل هبوط للريال اليمني خلال 24 ساعة تمرت خزينة الدولة ب 2 مليار دولار، فلماذا لم يتم تفعيل قضية المغترب وطرحها بشكل قوي لإخوان بالجانب السعودي متفهمين ويعوا ماذا يحتاج المواطن اليمني؟ لذلك لا وجود لأشخاص من يطالبوا لنا. إذا وجدت حكومة تتحمل مسؤولية المغترب اليمني، أنا على يقين وأجزم أن الإخوة بالجانب السعودي متعاونين.
طبعا بالسنوات القادمة أو إن شاء الله في المستقبل هم متعاونين ومواطنين شهيدة على ذلك، لكن إحنا لا نعترض على قراراتهم ولا نعترض عن رزق أولادهم ولا نقول لهم يا ناس يا جماعة الخير إحنا جينا نقول قوت أولادكم ورزقكم. نحن بس الآن في ظل الظروف الحاصلة بما أنكم صعودتم وأنتم ووطنتم مثل هذه الوظائف، نتمنى استثناء اليمني أقل شيء لو ما يتعافى بلدنا بعد الحرب التي حصلت كي نستطيع أن نعيش الأكوام اللحوم اللي متواجدة صحيح. في اليمن والذي نعيلها من أين نعيلها؟ يا أستاذ الكريمة أنا في أسرتي على سبيل المثال هنالك ناس مقدمين حكومين الآن يستلموا رواتب وأنا أصرف عليهم، المغترب الآن يصرف على خمس أربع أسر صحيح صحيح فتقوم مجاعة يا أستاذ الكريمة. الآن نتكلم ونسمع أصواتنا لأناس في أذانها صمم ولا تسمع ولا تلتفت إلينا ولا تظهرنا انتباه. تكلمنا بحملات ضد وزير المغتربين ضد وزير الخارجية إلى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء لم يلتفتوا لنا ولا يعبرونا ولا يولونا اهتمام. رئيس وزير المغتربين راح تصور صورة مع نائب رئيس الجمهورية وصورة مع وزير العمل السعودي ومطابخ وتنشر مثل هذه الأخبار ولا ويضجون بأخبارهم. نعم نعم أستاذ نعم. سلمان صحيح ولم يقل كلمة واحدة، كان أقل شيء يطلع للناس يقول يا جماعة الخير ما بيدي شيء، يبعد إلى باب سكن رئيس الجمهورية أو مقر إقامته يقول يا رئيس الجمهورية إذا لم تجد حل للمغتربين هذا ملفهم وأنا أستقيل وأدرى ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى. وأيضا أنا أوجه رسالة لكل من يتعاطف مع المغتربين الموجودين في المملكة العربية السعودية إلى كل من يعيشون تحت قضاء وسقف رافع من الحرية، أتمنى أن لا تضرونا ببعض الكلمات أو بعض الكلام الذي لا يفيد وبعض الكلام الذي شخصا والكلام الذي يزيد الأمور سوء. الجماعة البلد بلدهم صحيح صحيح نعم، يعني ربما بعض الأمور يعني تؤتي نتائج عكسية، ولكن أريد أن أسألك أستاذ سلمان، يعني ضمن الأخبار ورد اسم أحد موظفي السفارة اليمنية في السعودية، لا أريد ذكر اسمه لأنني غير متأكدة من صحة المعلومة، أنه متواطئ مع السلطات السعودية للزج باليمنيين في للترحيل، ما صحة هذه المعلومة؟ أنتم ربما تحتكون بأشخاص مثل هذا النوع. أستاذتي الكريمة أنا لا أخفيك أن هؤلاء موظفين السفارة والعاملين على الشركة الدبلوماسية هم من يقتلون العداء للناشطين ويقتلونهم من مكائد تمام، لذلك نحن بعيد كل البعد ولا نتقارب بهم. نحن نوصل صورة المغترب مثل هؤلاء الناس هم يتخذون خطوة خاطئة في ظل ترحيل المقيمين بالطريقة هذه طريقة غير قانونية. أي إنسان مقيم إذا حدث له ترحيل لا يترحل إلا بالجواز الذي دخل فيه، لا يحق لمندوب السفارة أن يعطيه وثيقة اضطرارية بما أنه دخل بجواز سفر. البعض قلت لك يتم لهم ويضعوا لهم ان عليهم قضيه تسول، والبعض الاخر انه يعمل لدى كفيله قد يكون مظلوما. اين دور السفاره في اتباع عنه؟ مثل هؤلاء الناس دخل ودفع قيمه التاشيره 17,000 30,000 15,000 كل سنه يجدد وراح يدفع مقابل مالي وراح يدفع ضريبه ويدفع كل شيء، فلماذا يضع مثل المخالف لنظام الاقامه ممن اتى عن طريق الحدود واتى ماشي للمملكه الطريقه لماذا يوضع النظامي والغير نظامي في نفس الصف؟ لذلك عندما المندوب بالسفاره لا يحق له ان يوقع على وثيقه ترحيل الا اذا كانت السفاره راضيه بهذا الكلام، وثيقه ترحيل لا يحق فرقها الا لمن هو ليس لديه اثبات، من ليس لديه جواز ولا يعرف شخصيته ويعرف انه يمني يعطى مثل هذه الوثيقه وبخلالها يتم ترحيله الى بلده. اما يرحلوا ناس ويمسكوهم مخالفين نظام الاقامه ومثل هؤلاء الناس مربوط اذا وجد في ابشر مربوط عائلته دخلها زياره او على كفالته هنا، كيف يسافر ويترك اولاده وابنائه وبنته كبده هنا وعائلته وسيارته وفلوسه الموجوده؟ كيف انا لا استغرب انا. فاذا كان الامر هذا وتواطؤ من المندوب لدى السفاره اليمنيه كما سمعنا بالتسجيلات الصوتيه، فلذلك احنا نخاطب السفاره بالتحقيق بالموضوع هذا ووزاره الخارجيه اليمنيه، لان الان اصبحت السفاره تعد مثل هؤلاء الناس. نعم. ونحن نشد على ايديكم استاذ سلمان في هذا الموضوع ونطالب أيضا في فتح تحقيق في هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك سلمان الشريف الناشط والمهتم بشؤون المغتربين، كنت معنا عبر الهاتف من جدة. أستاذ فاروق أنت أستاذ المشاهدين اسمحوا لنا بالذهاب لهذه المقاطع أو الرسائل التي يعني أراد بعض المواطنين المغتربين إيصالها لذوي الشأن. أين دولة عبد ربه؟ أين الشرعية؟ تمام راحوا يحبنا مرحلنا من المملكة. شوف الأطفال شوف الحريم شوف الأطفال شوف الحريم شوفوا شوف العوائل شوفوا انظروا احنا في الباص الترحيل. رجاء خاصف على المعروف مرة بحياتك، أنت وزرائك هذول النايمين اللي جالسين يأكلوا لهم رواتب ومستحقات على الفاضي، يعني
البلاد محاصرة بر وبحر وجو، وحالة اليمنيين بالبلاد. كان في معانا المغتربين يحولوا مصروف، لا في واحد مريض، لا في واحد جاوع، لا في واحد محتاج، لا في واحد حالته حالة. الآن رسوم خيالية، ملايين اليمنيين الآن نايمين في العزب. فكرت من وين بيأكلوا؟ فكرت من وين بيشربوا؟ فكرت من وين بيدفعوا الرسوم؟ فكرت من وين بيصرفوا على أهلهم وأولادهم؟ فكروا حتى مرة، لا تكملوش الحياة كلينهم، عيب استحوا على أنفسكم. طيب حرام عليكم، ارحموا الشعب هذا المسكين الغلبان. لا متابة نجلس بهذا الوضع، لا إنكم كملتم حرب، ولا إنكم وقفتم الحرب، ولا إنكم خليتم الدنيا على ما هي، يعني طحلتم الأخضر واليابس، والآن المغتربين نايمين في العزب. طيب من وين يأكلوا؟ من وين يشربوا؟ من وين أكلوا وصرفوا على عيالهم؟ هذولا متكفلين بملايين الناس. إذن أستاذ فاروق، يعني شيء موجع للحقيقة، يعني هذا لسان العديد من المواطنين الذين يعني إما عطلوا من وظائفهم، وإما مرحلين في باصات لا تليق يعني ببشر بهذه الصورة، كمية هائلة في شاحنات أو باصات صغيرة. كيف تعلق على ما شاهدته؟ الحقيقة أنا سمعت الأخ سلمان كان منفعل زيادة وبعض الكلمات لم أسمعها. عموما أشكره على بعض النقاط اللي وضحها. هذه كارثة أختي العزيزة تضاف إلى الكوارث اللي موجودة عندنا في الجانب اليمني بالشأن اليمني. أنا من الموضوع هذا منطلقه أحمل المسؤولية الدبلوماسية اليمنية. إذا كان وزير المغتربين وزير الخارجية لم يستطيعون يحلون مسألة، كيف ستنجح بقية الأمور في الأمم المتحدة، بمجلس الأمن، في استعادة الدولة بشكل عام؟ يعني هذا حقيقة أنا للحقيقة أدعو الأخ الدكتور رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر برسالة أخرى، الأخوة الصادقة، تمام، أن يضيف رسالة أخرى للأخوة في المملكة العربية السعودية بخصوص الموضوع هذا، بخصوص المواطن اليمني الغلبان. لأنه عندما يعود المواطن اليمني إذا عاد حول 500,000، 500,000 هذا يعني ما يقل عن 3 مليون، ستكون كارثة. 3 مليون شخص بداخل اليمن يعيلهم، يعني في به لو كل بيت 6 أشخاص. احنا لا نريد يا اختي شيء، يعني المساله لم تعد مقصوره على ان الشخص يعيل اسره واحده، الان اصبح يعني يعيل اسرتين ثلاث، لم يكن اكثر. انا اقول لك والله في بعض المنازل يعني وجبه واحده طول اليوم، في بعض المنازل فصلت، بعض البيوت فصلت ابنائها من المدارس، ما يعني لا تستطيع ولا تمتلك اي شيء يعني على من اجل هذا. بعض المدارس وقفت من شان المرتبات، يعني من اين ياتي؟ فلذلك أناشد الدكتور وأكرر مناشدتي للدكتور أحمد عبيد بن دغر، لا يكلف الأمر شيئا، رسالة على الأقل، محاولات، يعني أنا رسالة، نحاول أن نسمع محاولات. وفي اعتقادي أن الإخوة في المملكة العربية السعودية عندما تكون الرسالة يعني من جهة الدكتور ستكون مستجابة. الأخ فخامة الرئيس الجمهورية لا نريد يعني أعتقد في أمور كثيرة، ولكن كان هذا أهم أمر يعني يتم مناقشته. أنا أعتذر لكل مواطن يدفع الثمن داخل البلد أو خارجه بسبب السياسة الخاطئة اليمنية يعني اللي كانت في السابق أو الحالية. نعم، يعني في نهاية الأمر اليمني للأسف الشديد يعني كرامته مهدورة من ذو عهد صالح، يعني لن ننسى هذه المسألة بتاتا، يعني هي مسألة تراكمات من السابق ولكن انفجرت منذ الانقلاب. أستاذ فاروق، يعني لو تحدثنا عن مدى استفادة يعني الحوثيين من كل هذا الشتات في إطالة عمر المعركة، يعني اليمنيين يتخبطون هنا وهناك، الحكومة لا تستطيع أن تقدم شيء لا على أرض المعركة ولا على المستوى الإنساني بالنسبة لليمنيين لا في الخارج ولا في الداخل. بجي لك أنا إلى النقطة هذه. طبعا مسألة الحوثيين والاستفادة، الحوثيين اليوم لجوا إلى بعض المدارس لتجنيد الأطفال
صحيح. أقل من السنة اللي كان في العام الماضي، يعني كان في العام الماضي 16 و17 و15، اليوم ممكن توصل إلى 12 سنوات. أيوة. وتسع يعني سنوات وعشر سنوات سجلت حالات إلى تسع سنوات. أنت تخيلي اليوم إذا خرج 300 مغترب، 300 ألف 400 ألف من داخل المملكة، من المستفيد الأول من هذا؟ المستفيد الأول الحوثيين، خاصة أن اليمني سيخرج بقهر ومحمول بغبن. نعم، قد يتوجه اتجاه مختلف. وأنا أريد إعادة النظر في هذا الموضوع، يعني المستفيد الأول الحوثي مقارنة بالدول الأخرى تقريبا 3 مليون في داخل المملكة. إخبرينا عن الإمارات، كم العدد الذي استقبلته من بداية الكارثة وليس من قبل من أعداد المغتربين اليمنيين في داخل المملكة، بينما 700 ألف إيراني متواجدين داخل الإمارات. أنا نظرت إلى مذكرة في الأمس، يعني كل يسمح لكل المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي دخول الإمارات، دخول الإمارات باستثناء الجنسية اليمنية. اليمنيين يعني شروط معقدة قبل الحرب، وما بالك بعد الحرب، يعني زادت سوءا. نعم. لا يدخل أختي العزيزة، لا يدخل حتى في الجواز الدبلوماسي وليس الجواز الخاص. نعم، اسمح لي أستاذ فاروق أن ينضم معنا أيضا الأستاذ توفيق الحميدي مسؤول الرصد في منظمة سام من فيينا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور أختي الكريمة لك ولضيفك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك أستاذ توفيق. جملة من الانتهاكات أستاذ توفيق يتعرض لها اليمنيون في المهجر، يعني فرض كثير من القوانين، تضييق سبل المعيشة، عدم استيعاب أن الوضع وضع حرب وأن لليمنيين حق إنساني من دول الجوار ومن دول التحالف أيضا. كيف يعني تفسر هذا الأمر؟ حقيقة ما يتعرض له اليمنيون من بعد الحادي عشر وما قبلها، لكن أنا أعتبر دائما أوصف أنه ما حدث من بعد الحادي عشر أو عفوا من بعد سبتمبر 2014 إنها أشبه ما تكون بالتغربة اليمنية المؤلمة التي جعلت اليمنيون يعيشون شتاتا مرا. أسوأ أنواع الشتات هو الشتاء ما يأتي من الأشقاء والجيران سواء في المملكة العربية السعودية أو في دولة الإمارات. اليمنيون التجأوا إلى هذه الدول لأنها يعتبرونها الحضن الدافئ، وهنالك امتداد تاريخي سواء تاريخي بالمعنى البعيد أو تاريخي بالمعنى الجديد. اليمنيون لديهم يد ندية في عمران هذه البلدان، في تطويرها، في استقرارها. لم يسجل على اليمنيون يوما من الأيام حركة فوضوية أثارت قلق أو هلع مثل هذه البلدان. وللأسف الشديد اليوم هناك جملة من القرارات تحت لافتات شتى، تحت مسميات شتى، هي في حقيقة الأمر تصب في دائرة التضييق وتقوم بعملية انتهاك لا إنساني ولا أخلاقي بالدرجة الأولى. نحن نعتبر أنه ما يحدث لليمنيين هو مخالف للاتفاقيات الدولية ويعرض حياة كثير من اليمنيين للخطر. أنا لدي رسائل من يمنيين عن حجم الأموال التي يجب أن يدفعوها، بمعنى اليوم اليمني أصبح يعمل لهذه الدولة، أصبح مصدر من مصادر الرزق. وللأسف الشديد أن هذه الدول محسوبة في تصنيف هذه الدول من أغنى الدول العالمية، التي من المفترض أن تنظر للأوضاع اليمنية وهي دول مشاركة في عاصفة الحزم، أن تنظر إلى اليمن بعين تختلف تماما عن العين السياسية والعين المصلحية والعين القانوني. هنا نحن نتحدث عن وضع إنساني خالص يجب أن ينظر إليه اليمنيون. الأمر المؤسف في ذلك أختي الكريمة أن كثير من اليمنيين الموجودين أو الذين لديهم ثقل أو لديهم قرار يتهربون أو لا يتجرؤون حتى عن الحديث عن مثل هذه لماذا أستاذ توفيق؟ يعني ما الذي سينقص منهم؟ يعني ما الذي سيسوءهم إن تحدثوا عن وضع إنساني وهم أيضا يعني يعيشون في كنف المملكة منذ الحرب؟ يعني ألا يستطيعون الحديث عن استثناء لليمنيين حتى تنتهي الحرب على الأقل؟ يعني إلى أين سيعود هذا اليمني الذي يتم ترحيله عبر السجون وبالتالي
بطرق غير إنسانية إلى بلد فيها حرب؟ يعني في الوضع الدولي في حقوق الإنسان أستاذ توفيق، كيف يمكن أن نصنف مثل هذا الإجراء؟ احنا دائما نقول للأسف الشديد اليمنيون اليوم الموجودين في الدول الخليج بالذات خاصة النازحين أو اللاجئين من بعد الحرب، لأنه النازح يكون في إطار حدود الدولة واللاجئ هو الذي يتجاوز حدود الدولة. هذه الدول لم تمنحهم أي وضع، لا لم تمنحهم وضع اللاجئ وفي اتفاقية 54 يحصلون على الحقوق اللاجئين المتعارف عليها في الاتفاقية الدولية، ولا هي أيضا عاملتهم بوضع استثنائي بمعنى أن يحصلون على حق الإقامة الدائمة إقامة العمل إلى غير ذلك، هم أصبحوا في منزلة بين البنزلتين وبين الفين والأخرى تصدر مجموعة من القرارات تقوم بتغيير هذا الوضع أو تقوم بتغيير الكفيل أو تقوم بتصحيح الأوضاع، وكل هذا الأمر يأتي على حساب اليمنيين إما بترحيلهم من هذه من داخل المملكة بحجة تصحيح الأوضاع أو زيادة الرسوم عليهم التي يجبروا على أن يدفعوها بصورة أو بأخرى، وبالتالي أصبحت هذه الأوضاع هي في حقيقة الأمر مخالفة لاتفاقية حقوق الإنسان بغض النظر عن كل المطبلين. اليوم أختي الكريمة يخرج الشخص الإنسان بغض النظر عن جنسيته عن انتماءاته يخرج من أقصى الأرض يصل إلى أي دولة أوروبية يحصل على كافة الحقوق بما فيها حق لم الشمل، حق المساعدات، حق التعليم، حق العمل. نحن نتحدث عن جوار متعلق بالجغرافيا، متعلق بالدين، متعلق بالإنسانية، متعلق بكل شيء، وهذه تسقط في لحظة من اللحظات. أنا أضرب لك مثال، اليوم في أحد الجروبات الواتساب طرح وهي مجموعة حقوقية للأسف الشديد، مجرد أن طرح فيها إخواني هنالك مجموعة من الإجراءات تمارس ضد اليمنيين في الخارج في عدة دول يجب أن نتحدث عنها. أضطر مدير الجروب أنه يخرجني، قال يا أخي في الجروب سعوديين ولا نريد أن نفتح مثل هذا الموضوع. يعني أنا أضرب لك مثال واحد عن تقصير نخبة عن لليمنيين عن 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 الأوضاع التي يعيشها اليمنيون. هنالك إشكالية في الدين. نعم أستاذ توفيق، نعم يعني لو تحدثنا أيضا، يعني ليست الإشكالية فقط في دول الخليج، هناك أيضا يعني دول مثل مصر والأردن. يعني في السابق تحدثنا عن وضع اليمنيين حين يصلون إلى المطارات في الأردن، ما يحدث للمصريين لليمنيين في مصر وهم يعني مغتربون لديهم القدرة المالية على البقاء بطريقة شرعية ومع ذلك يهانوا في أبسط المعاملات الحكومية. يعني يتواصلوا معنا الأصدقاء ويحدثون عن سوء التعامل رغم أنه لن يعني على العكس هو يصرف ويعطي هذه البلد لا يأخذ منها شيء. كيف تعلق على هذه النقطة؟ هذا أختي الكريمة الذي يجعل نضال اليمنيون اليوم نضالا مقدسا من أجل استعادة الدولة. نحن اليوم اليمنيون كالأيتام، البعض يبحث عن مبررات عن منشور هنا من ناشط أو مقال من ناشط هنا ليقال أنه عوقب اليمنيين. القصة متعلقة أن اليمنيين اليوم ليس لديهم دولة. للأسف الشديد اليوم اليمن كوطن أصبح ضائعا، وهذا للأسف الشديد. نحن الآن أيتام، فقدنا الأم وفقدنا الأب الذي يمكن أن يحمينا أو يأوي إليه. هذه هي المشكلة الكبرى التي يعاني منها اليمنيون. الحكومة الشرعية أو ما تسمى بالحكومة الموجودة في الرياض لا يهمها اليمنيون لا من قريب أختي الكريمة ولا من بعيد. كلنا كل يوم نسمع عن تحسين أوضاع أولادهم، عن رواتب زوجاتهم، عن مشاريعهم الخاصة. للأسف الشديد نعم. فليذهبوا للجحيم. إحنا مشكلتنا نبحث عن دولة، ولذلك أنا أكرر أن نضالنا اليوم هو إذن أقدس النضالات اليمنية عبر التاريخ. نوري نعم دولة. إذن شكرا شكرا لك أستاذ توفيق الحميدي مسؤول الرصد في منظمة سام، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. عودة أخيرة لك أستاذ فاروق في دقيقة، أنت كرمت، يعني لمن توجه كلمتك الأخيرة؟ رسالتي الأخيرة إلى الحكومة، أتمنى أن ينظرون أو يستمعون إلى مقطع واحد من الذين موجودين داخل هذا. ثانيا الإخوة في مصر والإخوة في الأردن عندما يأتي اليمني دائما يأتي يحمل 5,000 دولار 6,000 دولار للعلاج تستفيد من الدولة ويعود إلى داخل البلد. للإخوة المهرجين مثل فهد الشرفي في الأمس يحث الحكومة المصرية على أنه في كذا وترتفع كشوفات، من يخدم هذا؟ لماذا لا يمسك قلمه أو يتحدث عن الإخوة الانقلابيين والحوثيين في الذين يسفكون الدماء ويهجرون الناس من داخل المنازل؟
هذه النقطة الأساسية. نعم. إذن شكرا جزيلا لك فاروق الصيري الناشط السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني، ولن أستطيع أن أزيد أي كلمة عما يعني تحدثنا به خلال هذه الحلقة من رسائل أتمنى أن تصل إلى مسؤولينا في حكومة الرياض المتواجدين هناك، عليهم أن ينظروا بعين المسؤولية لما يحدث لليمنيين في بلد الاغتراب. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام لحسن استماعكم وإنصاتكم في هذه الحلقة، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.